أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة النهاردة هتقرأها لينا منى المنيسي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. منى، صباح الهنا طبعا، سامعينك أنا وكريم والسادة المتابعين، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا نهوان، صباح الخير يا كريم، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي. صباح الخير والتفاؤل. زي ما قلتي أنا موجودة في مقر النادي الرئيسي بالنادي الأهلي، مقر النادي بالجزيرة، عشان أنقل لكم كل أخبار النادي الأهلي وكل الفرق الرياضية. ويوم جديد من 10 الصبح في الأهلي، أكيد أخبار رياضية أهلاوية كمان جديدة. الكل الحقيقة النهاردة في انتظار مباراة اليوم، مباراة نصف نهائي كأس العالم طبعا بين النادي الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة. الكل مترقب وفي حالة انتظار، في تفاؤل أكيد بعد مباراة، أكيد بعد مباراة جدة اللي فاتت، فأكيد الكل في انتظار، الكل مستعد، الكل بيجهز انه يتفرج، الكل مستني تحقيق انتصار جديد، انتصار تاريخي. وده اللي أكيد اتكلم فيه كمان كابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني كله ومع جميع اللاعبين، ان دي فرصة حقيقية وفرصة أكيد كبيرة لتحقيق نصر كبير، مجد كبير وتاريخ جديد ليهم طبعا، لاسمهم وأكيد باسم النادي الأهلي. الكل في انتظار وصول النادي الأهلي للمباراة النهائية. طبعا ده حلم أكيد كبير وحلم إن شاء الله يتحقق بإذن الله النهاردة لجمهور النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي هو صاحب الإنجازات التاريخية أو صاحب الأرقام القياسية في البطولة، معانا 3 ميدالية برونزية، 6 مرات شاركنا في سيمي فاينلز منهم 4 مرات على التوالي، ولكن يبقى الحلم الكبير، حلم أكيد الوصول للمباراة النهائية قائم. أكيد كل التوفيق لفريق النادي الأهلي النهارده، إن شاء الله يقدر يسعد جمهوره، وزي العادة طبعا بيبان أكيد في المواقف الصعبة دايما بيكون في تفاؤل وحالة من الجدية موجودة بين اللاعبين وفي الجهاز الفني. الإدارة التنفيذية النهارده في النادي شغالة الحقيقة على قدم وساق من الصبح جدا، يمكن أنا موجودة من الساعة 9 الصبح، خلصوا بالفعل كل تجهيزاتهم النهارده بوجود شاشات عرض كبيرة وضخمة، عدد كبير جدا من المقاعد والكراسي موجودة في انتظار النهاردة أعضاء النادي بالليل، إن شاء الله إن هم يقدروا يتفرجوا وتكون مشاهدة ممتعة بإذن الله على فريق النادي الأهلي، مش بس هنا في مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، كمان في كل الفروع التانية في التجمع، مدينة نصر وكمان الشيخ زايد. بتمنى إن شاء الله إن الكل النهاردة يروح سعيد ومبسوط، وإن احنا نوصل للمباراة النهائية ونحقق إن شاء الله إنجاز تاريخي. خلونا بقى نكمل أخبارنا النهاردة، وبداية بفريق كرة السلة سيدات اللي الحقيقة امبارح فازوا أو توجوا ببطولة منطقة القاهرة. المباراة كانت مع نادي الجزيرة اللي حصل على المركز الثاني، وكمان كان موجود نادي هليوبلس الحاصل على المركز الثالث. المباراة انتهت بنتيجة 71-35. خلينا أكلمكم شوية عن المباراة، لأن هي كانت حقيقي فيها ترانسفورميشن او نقله كبيره جدا من كابتن طارق خيري. اول شوطين تقريبا كنا ماشيين ايكوال جيم، كنا ماشيين نقطه بنقطه مع بعض، ولكن في الشوط الثالث والرابع او الكوارتر الثالث والرابع قدر كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق ان هو يستعيد من تاني قوه فريقه، وان هو يقدر ان هو يسيطر كامله على المباراه، لدرجه انه تقريبا نادي الجزيره ما احرز تقريبا 7 أو 8 نقاط بس في الكوارتر الثالث والرابع علشان تنتهي النتيجة تقريبا دبل سكور 71-35. مش بس كده، كمان لاعباتنا اللي بحب طبعا ان انا اهنيها وبارك لها، نادين السلعاوي كالعادة افضل لاعبة في البطولة، وكمان هدافة البطولة، هي هدافة البطولة. كان في كمان امبارح جايزة جديدة بتضاف لبطولة منطقة القاهرة، كانت جايزة أحسن مدافع، خدتها كمان لاعبتنا رنيم الجداوي. طبعا بتمنى لهم أكيد كل التوفيق إن شاء الله كمان البطولات اللي جاية. كان كابتن طارق خيري كلمنا بعد المباراة إن هو هيدي لاعبته إن شاء الله يومين أجازة أو يومين راحة سلبية بعد فوز على ببطولة أمس منطقة القاهرة، لأنه الدوري اتأجل شوية، فعنده وقت ان هو يدي او يريح لعيبته يومين، وان شاء الله يستقبلوا او يستمروا في ماتشاتهم وتجهيزهم ان شاء الله لكل الماتشات القادمة.
واستكمالا لاخبارنا النهارده وكره الطايره رجال اللي بيستعد النهارده بشكل قوي من خلال تمرين الصبح وبالليل، استعدادا لمباراه غدا ان شاء الله مع نادي الشمس في اطار الجوله التاسعه من المرحله الاولى من بطوله الدوري، هتبقى ان شاء الله بكره مع نادي الشمس فعلى صاله نادي الشمس. ايضا اخر فوز لرجال الطايره كان على نادي الترسانه في صاله الامير عبد الله الفيصل هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، والحقيقه كانوا عملوا ماتش كبير وماتش عملوا فيه كامباك قوي جدا في اخر المباراه بسكور كبير. كمان شباب 19 سنه لكره الطايره فازوا امس بسكور وماتش كان قوي جدا مع نادي الزمالك بنتيجه 3-1 ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. مش بس كده، كمان سيدات كره الطايره استعدوا الفتره اللي فاتت بشكل قوي جدا عشان النهارده يرجعوا مره تانية لمبارياتهم. النهارده عندهم مباراه مع نادي وادي دجله على صاله الشهداء هنا بمقر النادي الرئيسي بالنادي الاهلي، هتكون الساعه 6 مساء باذن الله، نتمنى لهم اكيد كل التوفيق.